انت سوي كومنتيت. اوكي انا سوي كومنتيت. اوكي الحين فهد وكيلكس. ها ابيرنتلي في زرهم اسمه ريسورت سكور يو كان جست. اوه اوكي معلومه حلوه هاي وايد. انا ما اكتشفتها الا اليوم بعد فعادي. ها اوكي فهد يالس طالع كيلكس بحده مركز وايد وايد يسمع ال اوه كيلكس صار على السكندري ماله اللي هو انا يعني ماريو. اوه ماريو فيه. اوكي لا هو لعبه ماريو حلو اي شفت اجل لعبي حلو هو لعبه حلو انا احس انه نفس الليفل شيء متواضع زين لا صدق هو لعبه زين مو بيانس اكون متواضع عموما اوكي شباب هاي مشكله زيرو سوت الجراب اللي بعد الجراب بس وايد بطيء انا بس كمان ترى صراحه يعني شوف انا اقول لك زيرو سوت سامس عندها جراب مشابه بس مشكله زيرو سوري سامس اذا سويت سبوت دوج ما تنمسك زيرو سوت سامس اذا سويت سبوت دوج تنمسك فهو يعني نوعا ما هي احسن هي. يعني انت تقولي ان الطول اصلا زين فهم فحرق يعني بعد ما عليها اند لاج مشكله كمان بس بعده يعني بشكل عام انه بانشبل وايد يعني انا هذا قصدي شوف انه بسم الله الرحمن عموما فهد قاعد يلعب احسن من مكمل الجيم اللي راح هي اكيد هي فرق بين السماء والارض يعني نتزال حلو هاي توني انتبه عليه هاي ترى عشان تشوف دوم يسوي نتزال ويختار ماريو يعني ما اعرف انا مثل نكته حقهم ما اعرف ليش انزين الليد عند كيلكس اوه شفت الفوتسول بس ما سوى شيء بس فوتسول هاي اتسل كول بالضبط هاي بقول له نفس الكلام اتوقع الحين باك ثرو من ماريو بتجتل على طرف الستيج بس اوكي ابي مو وايد صعبه يجيبها يعني ها اوه نير حلو داون سماش واو لا لا لين طرف ثاني ايه ادري ادري بس جاي انا خفت لان اتوقعت انه يموت هيه ها ها اوكي أبي. لا ما في اي دي ار بينفع دي اي اب سماش حاول يجيب اب سماش بس عجبني كيف فهد او ما ص... هي فهد فهد ها ها كيف فهد هرب من الوضع كله بس ركض ركض وسوى جراب وشاف زال كذا قال اوه هل بيعطيني اب سماش الحين اوكي كان هو فيشنج فور ذا اب باك اير الجاب اوه اوكي أوكي. طلع على طول فما مدى يسوي له ليتش ترامب المهم الجاب ايش فيه؟ على فكره الجاب مال زيرو سوت فريم 1 يطلع يعني وايد سريع جدا يقتل لك اي شيء حلو اوف اوكي داون ثرو نير فور اوردر بس لا ما في ما سوى اجبار ما اعرف شو يسوي اظن لا هو اصلا فهد لانه يلعب ضدي وايد يقول ماريو لا اسوي الاجبار يقول له بي ماله وايد فيها سوبر ارمر فيها ما في فيها انفنسبيلتي يعني تقريبا ما تقدر تضرب يعني انت اذا نزلت له في احتمال كبير يسوي لك شو ستيج سبايك صحيح اوكي داون ثرو ابير ابير نشوف الحين ان الليد مره ثانيه عند كيلكس بس بعد يعني قريب وايد بعد هي صح اب ثرو ابي لا لا ما نضحك عليه هو المفروض فهد يعني اذا يلعب ضد توب بلاير يعني او واحد يعني يعرف شو السالفه يعرف شو اب سماش لا اذا واحد يعرف شو السالفه اوه زومبي على طول يسوي الابي لان كل عشان حد عشان يكون متوقع عارفين انه يعرف ياخذ الاب سماش هي اوب اوب حسيت اب سماش بالموضوع هاكي يا بلا يا اخي اب سماش ماريو شيء خرافي ثاني هي صح من احسن الاب سماشات اللي في اللعبه الحين انا فهمت ماريو عشان ماريو عشان تسوي منه دي اي الاب سماش لازم تسوي تحت وبعيد لا ماريو يمين او يسار بس 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 لانك انت تصير فوق هذاك دكتور ماريو اللي كان لازم اتجاه معين دكتور ماريو معوق الهيد بوكس حقه وايد غريب فجاه لا صراحه بشكل عام على حسب اذا انت في نص الستيج ما تبغى تسوي دي اي ليش؟ لانه يوصلك في 45 ديجري هو يطرقك في 45 ديجري انجل يعني شي فانت اصلا اذا بتطير 45 ديجري بتصير عند كورنر مال الستيج اذا بتصير كورنر مال الستيج لا تسوي دي اي وتخرب على عمرك بس انت بشكل عام ما هي.
نيو تمبس المفروض يصير الحين. نشوفكم بعد شوي ان شاء الله، بنشوف اذا في احد يعلق. سنك اي حد يبغى يعلق اي انا شكلي بعلق بروحي اذا حد يبغى عادي. هاكو الشاعر يا ماي لايف. سناك كان يبغى بس زعل الحين بعد عاز. لا لا خلاص صورنا انا وهذا. انزين الحين 1-0 حق كيلكس. الحين الخسران بينكم بيتحداني. هاي الخسر من هالثنين؟ لا من انت او انت بتلعب ضد سنيك. صدق؟ اوه ها ها اللي يخسر يتحداني. الله يعين. ردوا على اوكي ردوا على سماش بيل. الحين كم 1-0 ولا 1-1؟ 1-0 كيلكس. خلنا نرجع على الجيم. داون ثرو ما شاء الله اليوم الفيورز اللي عندنا في تويتش وايدين. هو سوى لوك اتوقع بال سوار سبوت نير بس ما سوى له اي شيء عقب. ما كم اوكي سوار نير انتو جراب. ترى كيلكس يلعب ماري وايد لانه يلعب وياي وايد فيعرف حق ماريو ويعرف كيف يلعب. لاحظ ما شاء الله لان لعب ضد باتل كرو. كرو باتل شنس تقول؟ نشوف الحين ليد شوية عند فهد جيروسوت. جاب جاب جاب. أب تلت. أوه ما نايس قبضة. أنا ملاحظ أن فهد وايد يسوي الداون. كان يتشرج. كان يتشرج الفلاد ما أعرف ليش. هو يعني هاي أنا صراحة أعتبرها SD. أوه كان nice. بيسوي ذا سنيك سيت اب داون تيلت انتو فرور سماش ذا سنيك. ها سنيك ترى كان يلعب ماريو من زمان. على فكره سنيك ترى يعني نو فنس بس كل شاري بدل مين صدق. الحين لريو. الحين ريو ما ادري لا لعبه وايد حلو في ريو ما شاء الله. قبل كان فوكس وكابتن فالكون وماريو. انزين الحين زخاب بالضربه القويه من داون سماش اللي هي اللي عوره. ايوه فنش اكيد. نايس اوكي نايس. اب ثرو داون اير فور باك اير. اوه شوفه كان مسوي الجراب. اوكي يقول اللي كان بالغلط هذا. اوكي نايس رودير. لا اوكي ياسين يفيلون. كل واحد يغلط اكثر من الثاني. واحد يسوي فنش واحد يغلط والثاني ما يسوي فنش. اقول لك لازم تركز. اوكي توك حاول يسوي ريدر رول بعدين يسوي اب سماش بس فهد سوى نورمال جيت اب. سنيك واي كيلكس وايد متقدم. هي صح وايد وايد 80% ديفرنس. اب سماش الحين ما بتتشل اتوقع شويه زياده بتتشل. اوكي الحين لعب شوي شو سيف اب تلت. اوه اب اير عقب الاير دج. اوكي اوكي يلعب زي بالماي. اب ثرو اب اير. اوه ما سواها. لا لا داون ثرو اب اير خربت ما ضبطت. اب سماش. اوه نايس رول اب سماش. فهد بيصير اللوزرز كيلكس بيتاهل. فزت زين. اول جيم صح ليه؟ اول